نبقى سالي بقصص النجاح والمشاريع يلي مثل ما بنعرف كلياتنا بدأت بفكرة آمن الأشخاص فيها وطوروها لحتى صارت مشروع، ومشروع ممكن نقول هو قادر يمكن على ترميم الثغرات الموجودة بالحياة. أكيد عم نحكي اليوم عن مركز تدريب الشباب في منطقة جرمانة، وأكيد بدنا نرحب بالأستاذ الياس مسوح المسؤول عن المبادرات المجتمعية ومهارات الحياة في مركز الشباب، وأكيد الشابة المتدربة في مركز الشباب أسماء البخيت. صباح الخير، ينعاد عليكم يا رب بكل خير. صباح النور وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. أضحى مبارك، تنعاد عليكم على عائلاتكم بالخير والبركة. رح نبدأ حديثنا معك بداية أسماء، خلينا نحكي عن المركز بشكل عام، شو عم يقدم؟ هلأ المركز في كذا دورة، في هلأ أنا كنت مسجلة إدارة مكاتب، وكان في ضمن إدارة المكاتب الICDL الإنجليش التواصل المؤسسات مراسلات التجارية، وإضافة كان في دورات مهارات حياة، وكان في كذا مبادرة اشتغلناهم بالمعهد. أستاذ الياس، خلينا ننتقل شوي نحكي بالتفصيل عن المركز، كيف تأسس وشو هي يمكن خطوات النجاح يلي مر فيها؟ تمام. بداية نحن منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، مركز الشباب للتدريب المهني. المركز هو بالحقيقة هو مركز دعم وتنمية للشباب، بيمر بعدة مراحل الشاب أو الصبية بس يفوتوا على المركز، ابتداء من دورات المهنية والدورات التعليمية. بس سؤال إنه الشاب حتى إذا ما كان عنده يمكن شهادة جامعية أو أي شهادة قادر هو ينتسب. تماماً، وهي الفئة اللي نحن بنحاول نستهدف أكثر من الشباب، هن بالعكس اللي هن مو مكملين تعليم حتى نقدر نعطيهم فرص أكثر. تمام. بعدين بعد الدورات نحن في عنا جلسات مهارات الحياة اللي هي اليوم كثير مهمة للدخول لسوق العمل وقيمة مضافة كثير كبيرة، وبعدين نحن بنشتغل هيك سوا كتخطيط وتنفيذ مبادرات مجتمعية. فهذا هو طابع المركز بشكل عام. نعم، يعني يمكن دائما نحن بحاجة لأنه يكون في خلينا نقول مركز أو منفس لنقدر نحن نفرغ طاقات الإبداع فيه. فينا نحكي عن الانتساب؟ كيف فينا؟ مراحل الانتساب للمركز. تماما، المراحل. تماما، أول شيء بيجي الشاب أو الصبية على المركز، بنحاول نعرفه شو الدورات الموجودة. تمام، وشو المجالات اللي هو بيحبها، وبنحاول نساعده انه يختار، لانه بيكون في دورات هو عم يحب يتعرف عليه او ما بيعرف بالضبط شو المحاور تبعه، بنحاول نحن نساعده فيها، وبنعبي استمارة التسجيل، وبننطر مده بسيطه على الدور، ويعني بتبلش ممكن يطلع على كل شيء موجود أكيد. وبالنهايه يختار الشيء المناسب له. هلا بدي احكي عن تجربتك اليوم. اسماء، خبرينا امتى انتسبتي، شو الخبرات اللي قدرتي تحصلي عليها، وكيف اخترتي يمكن الشيء اللي بيناسب طموحك، مهاراتك، قدراتك؟ هلا انتسبت تقريبا شيء شهر ونص شهرين. البدايه كانت جيت قدمت للمعهد، حكيت له انه كنت حابه اداره المكاتب، شرح لي الاستاذ الياس عن الدورات اللي كانت موجوده، فانا كنت حابه اداره المكاتب وسجلت، كان ناقص عدد، فقال لي اذا بتحبي تداومي فيك تبلشي من اليوم، وبلشت. كثير استفدت بهاي الدوره، يعني بشكل عام يعني غير الدراسه بحياتي العاديه كثير استفدت. نعم ايوه، واستفدت انه انا كنت حدا ما بعرف اشتغل على الكمبيوتر نهائيا، هلا تمام فيني اشتغل على الوورد، على الاكس ال، على كذا برنامج وهيك. يعني يمكن حقق لك شيء انت كنت بدك اياه، واضاف لك مخزون من المعلومات خلينا نقول، يعني استفدتي منها. نعم. الياس ايضا خبرنا يعني في مهارات كل حدا مثل ما قالت فرح شو بده يتجه، شو المهارات اللي هو بحبها. لاي حد مركزكم يتيح او يؤمن للشباب خلينا نقول، رغم دائما في شيء اسمه ضغوطات، صعوبات، في عوامل خارجيه احيانا، فلاي حد انتم بتحاولوا تقدموا لهدول الشباب لنحقق النتيجه المراد من المركز؟ بالحقيقة لحد كبير جدا، يعني من بداية من الدورات، من تنوع الدورات اللي بوصل أكثر من 20 دورة. نعم. مرورا بمهارات الحياة، مرورا بالمبادرات المجتمعية اللي هي بالحقيقة هي يعني من أقوى الأركان بالمركز، لأنه هي بتأبرز قديش إمكانيات الشباب وقدراتهم على أرض الواقع. وسنة عن سنة أكيد هو عم يتطور المركز من الشيء اللي بحاجته الشباب، فهي عملية مستمرة وهي دائما فيها تطوير. نعم أكيد. هلأ رح نروح ونشوف مبادرة كتير مميزة عملتوها حضرتكم، كان لك مشاركة كمان فيها، رح نحكي عن مشاركتك بالتفصيل. مبادرة من إيدي لإيدك، خلونا نتابع مع بعض ونرجع لنكفي حديثنا.
يعني فرح بعد ما تابعنا الفيديو او الكليب يلي هن الشباب محضرينه للمركز. ما بعرف يمكن لفت نظرنا الفسحه السماويه الموجوده بالمركز، لفت نظرنا شغلات انتم عم تقوموا فيها مثل مواد يمكن سالتك تحت الهواء قلت لي هي انتاجنا او صناعتنا هي مواد لتنظيف، خلينا نقول نحكي عنها شوي. بالحقيقه هي مبادره انطلقنا فيها ببدايه السنه اسمها مبادرة كلين اب فيروس داون، هي لتصنيع المنظفات بانواعها. انتجنا بهي المبادرة 1 طن من المنظفات ومن اجل انه نحن نتبرع فيها. فالمرحلة الأولى كانت نحن نتعلم تصنيع هي المنظفات، المرحلة الثانية كانت انه نتبرع فيها. بعدين طلعنا منها لعدة مبادرات بعدين مو بس بشرمان، بكل مناطق تقريبا بدمشق بالمدينة والريف، منهم الغزلانية مبادرة بدوما كانت هي إعادة تأهيل حديقة البلدية بدوما. وعملنا مكتبة اللي هي مبادرة كتاب نجاة، وآخر مبادرة اشتغلنا فيها هي مبادرة من إيدي لإيدك اللي هي ورشة لتعليم صناعة الإكسسوار والتبرع بها. هلا بدنا نحكي شوي بالتفصيل عن ورشة صناعة الإكسسوار اللي ممكن تجذب كتير من الصبايا اليوم وتكون ببعض الأحيان هي مصدر دخل للصبية. رح نبدأ من عندك نحكي عن هاي المبادرة وتجربتك أسماء بالمشاركة فيها. تفضل. بالحقيقة بلشت المبادرة بأنه نحن بلشنا ندور على فكرة تحل المشكلة أو تخفف من مشكلة الأعباء الاقتصادية اللي هم عم يمر فيها الشباب. فحاولنا نتجه لكذا فكرة منهم الإكسسوارات. فبعد ما درسنا هي اليوم شو وضعها بالسوق، هي فعلا مهنة قدرانين نشتغلها برأس مال قليل جدا، ودائما هي مهنة مطلوبة، ومنها بلشنا نخطط للمبادرة ونفذناها. أسماء كيف كانت مشاركتك؟ خبرينا. كانت كتير ممتازة، يعني كبداية أنه أنا ما كنت بعرف نهائيا اشتغل بالاكسسوار، فكانت المدربة اللي دربتنا على الاكسسوار علمتنا من الشغلات الأساسية للاحترافية، انه كيف بدنا نصنع، كيف بدنا نركب الإفل، كيف كانت يوم واحد كذا كروب، احنا كنا 4 ساعات تقريبا كنا اشتغلنا مع بعض وهيك. كانت مجموعتين، كل مجموعة 4 ساعات. كانت من نتائج هي المبادرة هي صناعة 350 قطعة وأكثر للإكسسوارات من أجل التبرع فيها. وتم التبرع فيها وين، بأي منطقة، وكيف كانت ردود الأفعال؟ ردود الأفعال كثير حلوة، نحن تبرعنا بجزء وبعدنا عم نتبرع لأنه نعم. يمكن عم نشوف ايضا كميه من التفاعل بين حضرتك يمكن وبين المتواجدين، عم نشوف ايضا في روح للمحبه مجتمعين كلهم لهدف واحد هو العمل، خلينا نقول الإنساني أو العمل طبعاً التطوعي. حكي لنا يمكن بالفترات العمر المركز، حكينا نحن عمر المركز الأعمار اللي بيغطيها لا 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 العمر تبع المركز، المركز هو أكثر من 10 سنين تماما، معناتها بفترة الحرب واجهتوا أنتوا كان عندكم مسؤولية أكبر، نحكي عن هيدا المسؤولية وبعد الحرب جتنا كورونا. يعني تماما، يعني بالحقيقة هو المركز وطلابه ومتدربينه هو جزء كمان من المجتمع ومن البلد، فهو أكيد. الشيء اللي عم يمر علينا كمان هو شيء تقريبا هو معروف عم يمر بشكل عام على البلد كلياتها. ظروف كورونا كمان كانت صعبه، حاولنا منا ننطلق لانه ننقل نشاطنا بالكامل اونلاين، فحاولنا كمان نتابع بالدورات اونلاين، مهارات الحياه اونلاين، حتى المبادرات ما وقفنا ابدا. وحتى خلال سنين الحرب كان المركز موجود عم يقدم خدماته بشكل كامل. اسماء من خلال هي التجربة اللي أنا مثل ما أني شايفة في رضا نوعا ما من قبلك على هي التجربة ونية بالاستمرار، صح؟ أي صح. تمام. هلا قبل ما نحكي عن هي التجربة شو قدمت لك، شو أضافت لك بالحياة، مو بس على المستوى المهني كمان شيء مجتمعي شيء نفسي هو أساسه الدعم، كيف قدرتي تنقلي يمكن هي التجربة لغيرك من الصبايا، لأي حدا ممكن يسألك عن هذا المركز؟ هلا تجربة المعهد يعني حتى شخصيتي تغيرت، يعني صرت حدا صارم قراراتي، صرت قادرة انه بلش اشتغل على حالي، صرت فيني اخذ قرار جازم باي شيء بدي اياه، فيني بلش بالمشروع هذا تبع الاكسسوار من البداية للنهاية، وحتى شخصيتي قلت لك صارت اقوى، صرت ثقتي بنفسي صارت اكثر. بلشت بإدارة المكاتب وانت قلتي كمان الإكسسوار، حلو هذا الشيء سالي لما نحن منفوت بالقصة ومنتعرف على كل تفاصيله ومنختار الأنسب لإلنا. قد ايه بتحسي لما انت بتفوتي مثلا بصناعة الإكسسوار بتقرري تستمري فيها، يمكن اسمع هذا الشيء بيخليكي يمكن متطورة أكثر لما بتقتنعي بالشغلة وبتشتغليها عن رغبة ومحبة؟
تماما هيك انه صرت حابه انه بلش بهذا الشغل وبطور يعني اعمل ابداعات انا اشتغل انا شيء جديد بالسوق. عرفتي كيف؟ حلو كثير. كان ايضا مثل ما قلتي هو شيء اضاف لك نفسيا انه انت زادت ثقتك بنفسك قدرتي تعملي شيء، يمكن حتى حضورك بين العالم انت صرتي هلا قادره انه اذا حدا واجهك باي سؤال فانت تردي عليه بمجال اختصاصك، ما تعودي لحدا وتسالي حدا. طبعا دائما بنضل نتعلم. الياس خلينا نحكي ايضا يمكن نموذج اسماء اليوم متواجد نحن معنا، النموذج الحي هو نموذج لعده أفراد ونماذج، كل حدا له حالة معينة مرق فيها، كل حدا له ظروف، كل حدا حابب يعمل مشروعه بظل الظروف الاقتصادية. فقديش نحن كرواد خلينا نقول أو إدارة ورواد مركز في تعاون بين بعضنا لنحقق هذا الهدف؟ تمام. بالحقيقة الشيء الحلو واللي بيميز مركز الشباب هو الطاقة اللي بتكون عند الشباب المتدربين اللي بيجوا على المركز، وكيف هي الطاقة عم تكبر معهم يوم بعد يوم. هذا الشيء هو اللي بشكل الحافز الرئيسي لحتى دائما يكون في شيء جديد ويكون في مساعدة لهي الطاقات وتسخير إلى على أرض الواقع لحتى هن يوصلوا للشيء اللي حابين يوصلوا له. حلو. الياس عم نشوف يمكن بالفيديو يمكن أعمار مختلفة، ومثل ما بتصادف حضرتك يمكن بيئات مجتمعية كمان مختلفة. تمام. نتيجة الانخراط مع بعض واليوم التعاون يلي ممكن يصير بورشات معينة، أدي بتشوف هذا الشيء على الناحية المجتمعية والناحية النفسية يمكن بيمتن الشباب أكثر، بيعطيهم دفع معنوي كتير كبير، بيتعرفوا يمكن على بيئات أخرى، بصير هذا الانفتاح بعيدا شوي عن الجانب المهني والمادي اللي عم نحكي عليه. كثير حلو السؤال عن جد، شكرا، لانه هذا من صلب الامور اللي بنعيشها بمركز الشباب. لانه ممكن يكون شخص هو جاي يعني من بيئه نوعا ما بعيده او من بيئه بعدد افراد قليل، بيعرف عاداتهم بيعرف تقاليدهم. اوكي، لما نجي على مركز الشباب في من كل مناطق ريف دمشق تقريبا ودمشق حتى، من مناطق بعيده مناطق قريبه، فهذا الشيء عم يعمل جو من التعايش كثير حلو، عم ينقل العادات والتقاليد والافكار بين كل الشباب. تمام، كثير حلو. نعم، يمكن فرح أشارت لنقطة كتير مهمة وحضرتك هلأ نوهت عليها. كمان خلينا نحكي الياس، دائما في تطور، كلنا نحن نسعى للتطور، 10 سنين ما ننقلال، ويمكن الحرب قلت لك انه يعني دفعتنا اكبر لانه نعطي اكثر، هي مسؤوليه كانت على عاتقكم. خلينا نحكي شو هيك شغلات محضرينا، ان شاء الله يا رب هلا هيك بتنتهي الحرب ونخلص من هالضائقه الاقتصاديه ايضا. ان شاء الله اكيد. يعني احنا عم نحاول دائما كل شهر عن شهر عم نحاول يكون في مثل مخطط لتنفيذ مبادرات، لاستقبال اعداد جديده، لعمل انشطه جديده بالمركز، فهذا الشيء دائما عم يكون مستمر وان شاء الله ما رح نوقف فيه ابدا ان شاء الله. اسماء خبرينا اليوم وين حابه توصلي ان كان بهذا المركز؟ في فكره مشروع خاص ممكن يدر لك مدخول خاص فيكي ويكون مهنه وتقدري تعلميها لباقي الصبايا، شو فكره لقدام؟ اي تمام، انه حاطه ببالي هذا المشروع، بعد فتره حبلش فيه وحابة أنه أكبر هذا المشروع من البداية ويتوسع أكثر، وقلت لك بدي أعمل فكرة جديدة وحابة أبدع بهذا المجال. مجال الأكسسوار؟ أي، وأكيد حعلم يعني بعدين مثل الأستاذة اللي دربتنا، حابة أنه أنا أدرب بهذا المعهد كونه ترك أثر هيك بحياتي. كثير حلو. نعم، أيضا يعني موفقة أول شيء الياس، أيضا تسلمي. تحكي لنا كيف الإقبال على مشروع المنظفات، يمكن كيف هيك ملاقي العالم متقبلة الفكرة حابة الشغلة هيدي، يعني طالبكم بمزيد؟ فعلا كانت أصداء كثير حلوة بالمبادرة ببداية السنة. تقريبا في نسبة منيحة من الشباب اللي اشتغلوا بهي المبادرة اليوم هن عندهم محلات لا تصنيع المنظفات بمناطقهم، بالاضافه انه نحن تبرعنا بكميات كثير كبيره وبعدنا عم نتبرع فيها، وفعلا عم يكون الطلب لانه الحاجه كثير كبيره فيها على ارض الواقع. اكيد طبعا، وخصوصا بالفتره اللي هي كان فيها ارتفاع اسعار كثير كبير 100%. كمان وخصوصا طبعاً بالفتره اللي كان فيها نوعا ما اشتداء وباء كورونا اكثر. نعم. فكان في طلب اكثر على الموظف. اكيد الحاجه بتصير مضاعفه. بدي احكي عن موضوع ما بعرف اذا هو بيشمل خدمات المركز، مركز الشباب اليوم شفنا اسماء مثالي، يمكن صبيه لقت شيء بتحبه هو صناعه الاكسسوار، باقي المهن اللي ممكن الشباب يتعلموها داخل هذا المركز بدهم يطلعوا برا المركز ويعملوا مشروع خاص فيهم، هل بالامكان هذا المركز يدعمهم كبدايه ماديه لو ان كان بمبالغ صغيره جدا بمواد اوليه اذا قلنا، مو بس نعلمهم المهنه وما نعرف مستقبلها شو صار؟ تماما. هلا مثل مبادره من ايدي لايدك، المبادره دعمت بعده بسيطه
هن قدرانين نشتغل فيها بالبيت، قدرانين نشتغل فيها من يعني اللوازم من كل شيء كاكسسوارات. هلا بغير نطاقات حاليا بالمركز ما في تمويل مشاريع صغيره، بس اكيد هي من الاقتراحات اللي هي للمستقبل ان شاء الله. لانه ضروريه اليوم 100% سالي، يعني مو كل الشباب قادرين يفتحوا 100% مشاريع خاصه، خصوصا انه في نتائج على ارض الواقع بتقول انه الشباب هن حابين يعملوا مشاريعهم الخاصه. تمام، فهذا شيء كثير مهم. كلمه اخيره هيك بالختام لك اسماء وايضا للياس. بتشكركم على الاستضافة هاي اللي بتشرفني كتير، وبشكر الأستاذ الياس، وبتشكر إدارة المعهد جدا والأساتذة منه الأنسة ريتا والأنسة ساندرا والأستاذ رزان. وعن جد هالمعهد ترك أثر كتير بحياتي، بتشكرهم كتير وبتشكركم لكم، وإن شاء الله هيك كل عام وأنتم بخير جميعا. أنت بخير يا رب. أستاذ الياس شكرا كتير لكم وكل عام وأنتم بخير. وفعلا انا بحب هيك اوجه دعوه لاي شاب او صبيه انهم يلتحقوا بمراكز الشباب الموجوده حواليهم، لانه هي كثير قدرانه تغير وتعطيهم تطوير كثير مهم بحياتهم. اكيد بدورنا كمان بدنا نتشكركم، نتشكر بوجودكم، واكيد لكل الشباب والصبايا المسؤولين بالمركز، للشباب كمان المنتمين للمركز حديثا، بنتمنى لهم كل التوفيق واضحى مبارك يا رب. شكرا، اضحى مبارك، كل عام وانتم بخير.